السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. النادي الأهلي بعد أداء مشرف وأداء جيد أمام البايرن ميونخ طبعا يتلقى هزيمة طبعا طبيعية ومتوقعة، ولكن بأداء إلى حد ما أداء جيد طبعا، وفي انتظار مباراة يوم الخميس إن شاء الله على المركز الثالث بإذن الله. معي في هذه الفقرة الأولى من برنامج ملاعب بلدنا الكابتن محمد عبد الله مصطفى، المدير الفني بنادي الإنتاج الحربي لمواليد 2006 والمشارك بدوري الجمهورية. أهلا وسهلا كابتن محمد. أهلا وسهلا معاك كابتن محمد. مبارك إيه؟ كله زي الفل الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك. كابتن محمد، عايز أتكلم كده عن الإنتاج الحربي ووضعه، وبالأخص فريق 2006 عامل طفرة جيدة، يعني فائز في أكثر من لقاء على أندية عريقة، عامل يعني طفرة جيدة بالنسبة للمستوى وأبرز اللاعبين في الفريق. عايزين نتكلم عن كل ده، وعايز أتكلم برضو عن جزئية مهمة برضو، هل الفريق الست مواليد 2006 مستمر برضو الموسم الجديد، ولا ممكن ينقلب الحال إلى حال؟ أولا الحمد لله، يعني فريق 2006 أنا برضو بقالي أربع مواسم ماسك الفرقة. أربع مواسم يعني الحمد لله من أكتر المديرين الفنيين متثبتين في العمر ده. تمام. فأنا لعبت ناس كتير، فيعني مع العمر ده بقالي فترة كبيرة. إحنا أولاً بنلعب في بطولة الجمهورية طبعاً عشان إحنا نادي دوري ممتاز. تمام. لعبنا 12 مباراة. الـ 12 مباراة إحنا الحمد لله فوزنا في 6. تعادلنا في 3 وتهزمنا 3. تمام. تهزمنا من يعني نادي الأهلي. وفي طبيعي. ماتش كده يعني كان في سوء توفيق شويه، هو ده اللي يعني اخرنا شويه، لكن في مجمل المسابقه او مجمل الماتشات او المباريات احنا يعني الحمد لله ماشيين. احنا الاهلي المقاولين والانتاج احنا الاثنين بنفس النقط، يعني اللي فرق عن بعض احنا الاثنين فرقنا برضو في قصه الاهداف بس. تمام. يعني اللي بنفس الرصيد، احنا بنفس الرصيد، احنا الاثنين 21 نقطه. تمام. يعني هم برضو كانوا تعثروا شويه في الترتيب برضو كويس برضو. الحمد لله، يعني احنا متفوقين على الاسماعيلي، عن دجله، عن سموحه، عن البنك الاهلي. تمام. وطبعا حضرتك عارف الدوري الجمهوريه ماتشات تقيله والاحتكاك قوي جدا. تمام. احنا من دوري قلوبيه لجمهوريه، يعني فالحمد لله احنا كان لينا هدف في المرحله الاولى دي ان احنا نبقى من الصاعدين اللي هم بينافسوا على البطوله. المرحلة الثانية بقى ان شاء الله نشتغل فيها ان ناخد مركز كويس ان شاء الله. اظن صعدتوا المرحلة الثانية؟ الحمد لله صعدنا احنا والاهلي والمقاولين، والمجموعة الثانية فيها انبي والزمالك والمصري. يعني ثلاث فرق من كل مجموعة؟ ثلاث فرق من كل مجموعة. ده يعتبر انجاز برضو جيد. الحمد لله الحمد لله. يتحسب للكابتن محمد عبد الله. لا والله ده الانتاج الحربي كله، انا مش موجود انا لوحدي، ده موجود ناس أكيد كتير. طبعا يعني. اكيد طبعا. كابتن محمد، ابرز اللاعبين في الفريق المتواجدين. والله انا يعني السؤال ده ما بحبوش كتير، لسبب ان الولاد برضو لسه 14 سنه بيفهموا بقى ان ده كابتن قال عليا ان ده مميز، وقال على ده لا مش مميز. طبعا بس اكيد في لعيبه مميزه في الفريق وهم الافضل وهم برضو اللي لهم يعني برضو، بس لو برضو لو يعني الاحتياطي او اللي هو ما بيشاركش او اللي هو لسه دوره جاي مش قوي، زميله مش هيبقى كويس. تمام. انا طبعا احنا كلهم واحد يعني. منظومه واحده. وكل الناس بتشارك الحب وكل الناس والتعاون. لا لازم ده لازم الفريق. ده فريق روح الفريق. ما فيش حاجه اسمها ده نجم الفريق ده احسن واحد في الفريق. بيبقى حد كويس في فتره، التاني بعد كده بيجي بيشتغل على نفسه وبيبقى هو اللي موجود اساسي، والتاني بيبقى احتياطي. هي الدنيا كده يعني، لازم نشتغل على نفسنا شويه كلعيبه عشان ابقى اساسي. تمام. اللي ما بيشتغلش من الاساسي بينزل احتياطي. بينزل احتياطي برضه، دي حاجه كويسه. طب بالنسبه بقى للاستعدادات للمرحله الثانيه ان شاء الله اللي هتقام تقريبا في اول مارس. لا احنا عندنا اول يوم الجمعه الجايه. الجمعه الجايه هتبدا. عندي اول ماتش مع نادي انبي يعني ان شاء الله. مفيش تاجيل؟ لا مفيش تاجيل. وانا والله كان عندي كده تنويه في المرحله الاولى ان هم 14 سنه. تمام. لسه في ناس او ولاد ما بلغوش. ف يعني حضرتك بتلاقي مثلا ماتشات جمعه اثنين. تمام. ففي ضغط كتير قوي في الماتشات، فهم الحمد لله يعني انا ما اعرفش سمعوا الراي ده ولا لا، المرحله الثانيه هتبقى كل جمعه ماتشات، كل جمعه بس فقط. مش مضغوطه يعني. طيب برضو انت واجهك برضو في مشكله اللي هم اللاعبين المسننين بالانديه الاخرى، واجهك بالفعل هؤلاء اللاعبين؟ هو والله بيبقى يعني كان في متواجد فعلا؟ احنا بنسمع يعني. انا بسمع ان لا انت في فرق اللي انت تسمع وانت بتلعب فريق مثلا ظهر لاعب معين انت مثلا اعطيت نظره ليه انه مش 2006. هي المشكله ان المرحله العمريه دي بيبقى بدون فيها تفرط. تفرط نمو. ففي ناس بتبقى بتظهر عليها
يعني المظاهر اللي هي بتاعت البلوغ بسرعه. تمام. فدي يعني بيبان بقى ان ده جسمه كبير، يعني مقارنه بزميله اللي هو الاقصر منه الاضعف منه، لا هو بيبان بيبقى فيه فرق. بس طبعا في ناس، انا يعني بيتقال ان برضه ان في ناس مسننه وفي انديه كبيره، بس ما حدش بيعرف يثبت حاجه يعني. اكيد للاسف طبعا. يعني طبعا معنا المجموعه الثالثه، مجموعه القاهره من دوري الممتاز به. طبعا طنطا يواصل الانهيار، طنطا الاسم نازل من ممتاز الف رايح على الدرجه الثالثه بكل قوه وسرعه. فاز الداخليه على طنطا بهدف نظيف. طبعا طنطا في ايه مش عارفين، طنطا يعني نادي كبير، نادي له مكانته، نادي عريق يعني هابط من دوري القسم الاول ومحتل المركز الاخير بجداره. وطبعا لو للاسف الشديد لو بقى الوضع على كده هيكون اول هابطين للدرجه الثالثه. نادي زد وجمهور شبين يتعادلان بهدف لكل منهما، وفي طفره طبعا في نتائج نادي زد هذا الموسم. المريخ البورسعيد يفوز على نادي سرس الليان بهدف نظيف، وبتروجيت يفوز على نادي النصر بهدفين مقابل هدف، وتعادل سلبي ما بين الترسانه والقناه بدون اهداف، وتعادل سلبي ايضا بين نادي منتخب السويس ونادي الزرقاء بهدف بدون اهداف. السكة الحديد يفوز على بورتو السويس بهدفين مقابل هدف بالقاهرة، وكوكاكولا يفوز على نادي النجوم بثلاثية نظيفة. طبعا دي نتائج المجموعة الثالثة، مجموعة القاهرة وهي الأقوى في طبعا في ظل المجموعات الثلاث. كابتن محمد عايز أتكلم عن قطاع الناشئين بنادي الانتاج الحربي والطفرة الموجودة حاليا. والله احنا يعني عندنا قطاع ناشئين مميز جدا، بدليل ان احنا يعني عندنا حوالي 6-7 لعيبه في الفريق الاول وبيشاركوا، فده يعتبر ده ثمره او تعب القطاع كله. فاحنا يعني الهدف من القطاع الناشئين ان انا افرغ للفريق الاول والمنتخبات، فاحنا الحمد لله عندنا حوالي 6-7 لعيبه موجودين وبيشاركوا بصفه اساسيه. يعني عبد الرحمن شيكا، محمود رجب، في امثله كتير، فاضل شريف، فكل دول موجودين الحمد لله. احنا قطاع الناشئين طبعا بيشرف عليه العميد عادل عبد الفتاح وكابتن ماهر همام طبعا، فدول عاملين يعني حياه كده جميله في نادي الانتاج الحربي. طفره لا حاجه جميله. طيب معانا الكابتن اسلام محمد مراسل البرنامج ورئيس تحرير موقع يلا جول. كابتن اسلام اخبارك؟ حضرتك وبمس على كل متابعينك وبمس على ضيف حضرتك وكل الناس اللي بتشاهدنا في كل حته، من قطر، من الامارات، من كل حته، من كل الدول العربيه طبعا. كابتن اسلام، بالنسبه للنادي الاهلي ومباراته امس مع نادي البايرن ميونخ، مش عايزين نتكلم في تفاصيل، خلاص مباراه وعدت والاداء كان برضو شبه جيد، مش عايزين نقوله جيد بكامل ارقانه ولكن شبه جيد. كابتن اسلام، في اصابات بالفعل لمباراه الخميس وفي استبعاد بعض اللاعبين. هو فعلا زي ما حضرتك قلت كده، ان فعلا اصابه علي معلول اثرت بالسلب حتى امبارح في مباراه بايرن ميونخ. وعايز اقول لحضرتك ان احتمال بنسبه 95% ان اللاعب ما يلحقش المباراه. وانا اتوقع يعني من خلال حضرتك برضو ان هيكون ايمن اشرف بديلا لعلي معلول في حته الظهير الايسر، وهيدخل الكابتن ياسر ابراهيم جنب بدر بانون، وفي ناحيه اليمين هيكون برضو الكابتن محمد هاني زي ما هو. وانا عايز اقول برضو من خلال حضرتك كابتن احمد ان الاهلي، حضرتك قلت ان مباراه امبارح عدت بحلوها مرها بكل حاجه، بس انا عايز برضه اقول لحضرتك من خلال حضرتك ان السبب في الاداء اللي كان فيه الاهلي امبارح هو بدايه التشكيل اللي موسيماني بدا بيها. موسيماني كان محترم بشكل كبير جدا فريق البايرن ميونخ، وهو المفروض كان ان هو كان هيبتدي بحوالي ثلاثه في نص الملعب، كان هيكون ديانج وحمدي فتحي وعمر السوليه، بس في اخر اللحظات التشكيل اتغير وبدا باثنين فقط في نص الملعب وقدامهم قفشه. اللي عايز برضه اقول لحضرتك ان في مباراه المركز الثالث والرابع، مباراه الميداليه البرونزيه، هيلعب كما نهى، بمعنى كابتن احمد هيلعب باثنين في نص الملعب فقط.
وهيكون قدامهم قفشه، هيكون على الشمال طاهر محمد طاهر، هيكون على اليمين هيبقى فيه لسه بقى مفاضله، لان استبعاد كهربا وحسين الشحات من مباراه بالميراس البرازيلي على المركز الثالث والرابع، ده بنسبه كبيره يعني عايز اقول لحضرتك يعني هيجي بالسلب على الفريق. كابتن ومن خلال اسلام، برضه طيب بالنسبه للعقوبه الموقعه على النجمين كهربا وحسين الشحات، هل بالفعل سيتم استبعادهم من مباراه الخميس القادم؟ ما هو انا زي ما قلت لحضرتك هو في عقوبه موقعه من الفيفا لاستبعاد اللاعبين محمود كهربا واللاعب حسين الشحات بس في تظلم تقريبا النادي الاهلي، هو منذ قليل فعلا يا كابتن احمد قدم في تظلم، الاهلي تظلم. قدم تظلم فعلا وهي يعني هيتم النظر اليه، بس انا بنسبه كبيره برضه من خلال حضرتك برضه عشان ما نعشمش الناس او نقول اي كلام، ان التظلم اللي الاهلي هيقدمه يعني مش هيقدم ولا هيأخر بس بالمعنى، محاولة. يعني هي محاوله، بس انا زي ما بقول لحضرتك من خلال حضرتك برضه عشان الناس ما تتعشمش، بنسبه 95% اللاعبين مش هيكونوا موجودين، وطبعا ده غير كمان عايز اقول برضه لحضرتك ان هيكون في عقوبه من النادي لخرق اللاعبين برضه، لان طبعا انت حضرتك بتلعب في منظومه كامله، يعني تمام. حضرتك مش لاعب فردي، انت بتلعب في منظومه، وانا اتوقع ان مجلس الاداره برضه هيوقع عقوبه على اللاعبين ان شاء الله برضه بعد ما يرجعوا من قطر. شكرا جزيلا كابتن اسلام محمد مراسلنا من النادي الاهلي. كابتن محمد، بالنسبه لمنتخب مصر 2006 في اختيارات من فريق الانتاج الحربي؟ والله احنا كان كابتن مؤمن سليمان وكابتن عصام عبده شرفونا كده حوالي 3 مباريات، الاسماعيلي والمقاولين والاهلي. الحمد لله اثنوا على حوالي 5 6 لعيبه كده ان شاء الله، وهم هيتابعوهم في الماتشات وبالذات في المرحله الثانيه اللي هم المؤثرين في الفريق. يعني هم من وجهه نظرهم طبعا اللي هو ان هم محتاجينه ايه واسلوب لعبهم اللي محتاجينه ايه كده يعني. فهم في حوالي 3 4 لعيبه اكيد، وفي 3 برضو لسه يعني بيتابعوهم تاني يعني. تمام، زياده التاكيد يعني. كابتن محمد، بنتكلم عن قطاع الناشئين بنادي الانتاج الحربي والطفره الجميله المعموله، طبعا بغض النظر عن القطاع الاستثماري، في فرق استثماريه فعلا بالفعل في النادي. موجود 2000 مواليد كام بقى؟ اللي هم الفردي الزوجي؟ الزوجي 2000 و2002 و2004. 2002 بس دول ما بيلعبوش جمهوريه، بيلعبوا طبعا بيلعبوا منطقه اليوبيه. منطقه الجيزه. الجيزه. ويعني بالفعل عاملين نتائج كويسه قوي. يعني دي مفاجاه بس للناس منطقه كتير. الجيزه يعني مش منطقه القاهره كمان. لا لا، بيلعبوا جيزه، بيلعبوا جيزه. ختاما كابتن محمد، حابب تشكر مين في الوسط الرياضي؟ والله انا حابب اشكر كل يعني حد ليه فضل عليا في ان انا اتعلمت تدريب، درست تربيه رياضيه قسم كره قدم، وطبعا والدي ووالدتي واخواتي، طبعا برضو مؤسسه الانتاج الحربي لانها هي اللي علت اسم محمد عبد الله، وزوجتي واولادي طبعا مستحوليني كتير جدا، طبعا الجهاز الفني اللي ليه يعني كامل الاحترام، كابتن احمد عبد الله حد محترم جدا، كابتن محمود خليل اخو بقى كابتن احمد عبد الله، ده لا شخص يعني الناس كانت بتفتكر كده بس شخصيه محترمه جدا يعني، كابتن محمود معاك خليل في الجهاز. كابتن محمود خليل مدرب حراس، كابتن نبيل، دكتور محمد الهواري، وطبعا فوق ده كله هنعرض برضه الصور بتاعتهم ان شاء الله في إن شاء الفقره الله. الثانيه باذن الله. في كابتن فهد ده المدير الاداري طبعا، ووالدنا كلنا العميد عادل عبد الفتاح، وكابتن ماهر همامي. ان شاء الله منظومه ناجحه باذن الله، وكل التوفيق لفريق ال 2006 بقياده الكابتن محمد عبد الله ان شاء الله باذن الله. طبعا شكرا جزيلا للكابتن محمد عبد الله، المدير الفني بنادي الانتاج الحربي لمواليد 2006. هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام في الفقره الثانيه، الدكتور خالد الجمال والدكتور محمد الجزاوي بنادي المستقبل الرياضي. ورجعنا لكم تاني، ينضم الي في الفقرة الثانية الدكتور محمد الجيزاوي رئيس مجلس إدارة نادي المستقبل بالمنوفية. أهلا وسهلا بكم محمد. أهلا بحضرتك. بارك الله فيك. الحمد لله والله. معايا الدكتور خالد الجمال، طبعا المستشار الفني بنادي المستقبل الرياضي.
نورنا دكتور. ازيك يا كابتن؟ نورك يا عم. والله وحشني. انت احنا كنا مع بعض امبارح بس الحمد لله برضه يعني وحش. حبيبي عامل ايه؟ ربنا يخليك يا كابتن احمد رب. طبعا الطفره اللي انتم عاملينها صراحه دكتور محمد في قطاع البراعم والشاكو في منطقه الجيزه تقريبا. الحمد لله منطقه الجيزه. برضه كان عايزين نتكلموا عن فرق القطاع كده والطفره اللي موجوده في النادي المستقبل الرياضي. والله الحمد لله كابتن احمد احنا مشاركين من اول 2005 حتى 2012. داخلين الحمد لله بسبع مراحل ماشيين فيهم اول او ثاني لمنطقه الجيزه. والحمد لله بشهاده الدكتور محمود سعد مدير فني اتحاد الكوره على جميع اللاعبين عندنا 90 لاعب كلك مواهب. تمام. مفيش لاعب فيهم استثماري. عندنا لاعب كوره صح. تمام. والحمد لله في اكتر من 25 لاعب منضمين لمنتخب مصر الاكاديميات. تمام. وبوجود طبعا اللجنه المنظمه سواء الكابتن هاني عبد العزيز نشكره طبعا اخ فاضل حاجه محترمه جدا والكابتن خالد كمال وطبعا الكابتن عاطف حاجه محترمه جدا في اتحاد الكوره وطبعا بس في مشكله حصلت في اتحاد الكوره. ازاي يوفق توقف النشاط الرياضي للمهرجان البراعم ده على كله ده بيه السبب على كله ما هو ايه السبب بقول لك برضه في ظل ظروف جائحه الكورونا تقريبا طب هناخد اجراءاتنا زي ما احنا ماشيين كان في من قيمه شهرين كان في 1500 واحد مصاب بكورونا وللاسف وكان الدوله شغال طب دلوقتي 500 طب ليه طب انت رايك يا دكتور برضه تعقيبا على كلام الدكتور والله تعقيبا على كلامه هي جائحه كورونا ده حاجه على البلد كلها تمام إذا اتخذت الجهات الإدارية قرار بحماية اللاعبين أو الهيئات إحنا ما نعترضش عليه تمام. بس هو يبقى مقنن أو مسبب أما يبقى عندي إصابات تتعدى 1500 والنشاط بتاعك شغال أما تنزل الإصابات ل 500 ويتضح إن في علاج واكتشف بالفعل والناس بدأت تاخده باللقاح اللي أنا بجد بستغل الفرصة من مبارك هنا بتقدم بالشكر الفاضل والجليل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجد على دعمه الكامل وحمايته لبلدنا والأراضينا ولشعبنا وسلامته واهتمامه الكامل بالعملية الرياضية. طيب نطلع معانا اتصال تليفوني الكابتن محمد شاذلي مدير نادي الزمالك بفرع المنوفية أكاديمية نادي الزمالك بفرع المنوفية. أهلا وسهلا كابتن محمد. تحياتي للضيوف جميعا كابتن محمد الجزاوي وكابتن خالد. ربنا يخليك يا كابتن محمد. كابتن محمود. حبيبي كابتن محمد. كابتن محمد دوري الأكاديميات المعمول بالاتحاد المصري لكرة القدم ما هو الهدف منه لان طبعا في بعض الملاحظات اللي عايزين نعرضها برضو في وجود الكابتن محمد والكابتن خالد بالنسبة لدوري القطاعات او دوري البراعم لان احنا طول عمرنا عارفين ان الاكاديميات ما هي الا تفريغ للاندية تمام اكيد يا فندم لكن بالوضع اللي انا بدخله مسابقة طب انا بلعبه لمين بيحتاج وطبعا هيظهر لمين دي اكاديميه ودي اكاديميه طب والانديه انت بتوصل لمرحله ايه انت ما الا يعني عايزه يعني انت يعني بتعلمه الاساسيات كره القدم بتعلمه طبعا لان انت عارف البراعم في مراحل تعلم تمام بيوصل لمرحله النضج بوديه للنادي اشوف عندي اللعيبه المميز والاكاديميه دي هي مفرخه للاعبين للانديه فطبعا يعني وجهه نظرك ايه كابتن محمد؟ هو الدكتور محمود سعد اولا انا بوجه له الشكر هو فريق العمل بتاعه كلنا بنوجه الشكر للدكتور محمود سعد طبعا الجندي المجهول بالاتحاد المصري لكره القدم. الموسم الثاني دي ثاني سنه بالنسبه للاكاديميه هو الصراحه في ضيوف كتير كانت بتحضر الماتشات والتفاعلات من انديه الدوري الممتاز تمام وعلى اساس وفي تم اختيارات من انديه الدوري الممتاز يعني في لعيبه جالها عروض في نادي المقاولين ونادي الزمالك ونادي مصر المقاصه. هي الفكره دلوقتي ان الاتحاد خلانا ممارس شرعي ليه عن طريق الترخيص في حاجات كتيره وهميه في السوق شغاله تمام في بطولات وهميه وبتستدعي ان هم بيدخلوا شخصيات ووزراء بدون ذكر اسمائهم ان هي تابعه للنشاط بتاعهم وهي لا اساس لها من الصحه. طب البطولات دي شرعيه ام وهميه؟ لا غير شرعيه. غير شرعيه طبعا يعني غير ممثله في الاتحاد المصري لكره القدم او تابعه للاتحاد المصري لكره القدم. المشكله بقى ان هي مستمره وشغاله والدنيا حلوه وانت اللي مرخص ودافع وتصرف على اولادك والمفروض ان انت تكسب بس ما فيش. لازم تقنين وضع الناحيه الثانيه.
تمام لو كابتن. بتتكلم يا كابتن احمد، انا اسف على الاطاله. دلوقتي حضرتك انت فاتح بيت للمدرب، فاتح بيت للحكم اللي بيحكم ماتش، عشان هو بيبقى تابع للاتحاد او للمنطقه. تمام. حضرتك فاتح مجال لقطاع رياضه كامل. ده انت يا فندم الماتشات نفسها، والدكتور محمد الجزاوي يقدر يتكلم مع حضرتك في النقطه دي تحديدا. الاسعاف كان شرط اساسي ان البطوله تشتغل. صح. المسقط للعيبه والاجراءات الاحترازيه حقيقه فعلا، كل ماتش مبلغ محترم. تمام. طيب انت يعني احنا بننشط الاتحاد المصري لكره القدم عن البطولات اللي بتتعمل دي بدون اي رقابه او اشراف من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، يعني المفروض يبقى في حد لتلك المهاترات، لان طبعا ما ينفعش، لان ما اكونش تابع لمنظومه وبعلن بكل ملأ او على الملأ كده اللي انا عامل دوري كذا ودوري تابع لوزاره الشباب ووزاره الشباب لا تعلم ذلك. فانت طبعا كابتن محمد بالنسبه لي يعني وسط لمنتخب تمثيل منتخب مصر العربي للاكاديميات بدون علم الاتحاد المصري لكره القدم، يعني برضو فيها مساءله. طبعا ده حاجات كتيره بنفس السياق يا فندم. ايه محلهم من الاعراب؟ يعني في حاجه شغاله حاليا وفجاه ان منتخب مصر هيلاعب مثلا منتخب الاسكندريه. منتخب مصر هيلاعب منتخب اسكندريه. الف ب ومين منتخب مصر ومين منتخب الاسكندريه مع احترامي للشخصين يعني. في بطوله ايه طيب؟ الافرو عربيه. الافرو عربيه؟ اختراع جديد. ما يمكن اسكندريه بقت دوله كابتن واحنا ما نعرفش. يا فندم لو ترجع للتاريخ سنه 2004 لما كان الكابتن الكبير محسن صالح ماسك المنتخب المصري ولعب ماتش مع نادي الاسماعيلي مع انه داخل مصر، طلع قرار من الفيفا ان ممنوع المنتخبات تلعب مع الانديه حتى لو ماتش ودي. صح صح، ده قرار. احنا بنتكلم في اساسيات كوره يا جماعه، بس بديهيات. ماشي يا كابتن محمد. طبعا احنا بنناشد الاتحاد المصري لكره القدم وفروعه طبعا ببحث هذه المشكله، لان طبعا مشكله طبعا، وبتظلم الانديه والاكاديميات المرخصه طبعا ظلم بين، لان ما ينفعش ان طبعا بيدفع حكام وبيدفع واللاعب بيدفع رسوم قيد وملابس وايجارات ملاعب واسعاف والقصص دي كلها، وفي الاخر نلاقي بطوله زي ما اشار الكابتن محمد بطوله بمسمى غريب الافرو عربيه. طب كويس، مين اللي هيلعب فيها؟ منتخب الاسكندريه مع منتخب مصر. بسم الله ما شاء الله. كابتن ان شاء الله هياخد ايه؟ ما اللي هيكسب بقى هيصعد يلعب منتخب البحيره. ماشي يا كابتن محمد، شكرا جزيلا كابتن محمد شاذلي مدير نادي اكاديميه نادي الزمالك فرع المنوفيه. دكتور يعني الكابتن محمد اشار لنقطه مهمه جدا جدا جدا، ان البطولات الوهميه دي وللاسف الشديد مين اللي يرأس هذه المنظومه وعلى اي شكل بيتبع لايه؟ يتبع للهوى ولا بيتبع لايه؟ مش تابع لاي جهه حكوميه او جهه رقابيه او تنفيذيه ومسافه في الاتحاد المصري لكره القدم، ولكن شغال الراجل وبيعلن عن منتخبات، بطوله دوليه في شرم الشيخ، بطوله دوليه في الغردقه، بطوله دوليه في تونس، في المغرب، في تونس. طب على اي يعني المسميات دي كلها يعني مفسرها ازاي؟ كابتن احمد انت على علم دلوقتي ان يمكن معلش اتفضل تلت لاعبين كره القدم سواء السابقين او الحاليين بالانديه كل واحد فيهم بقى يحط في صفته ان هو مدرب ويجمع مجموعه بيشتغل عليها. مش هقول لك حته سبوبه، الكلمه دي كلمه مجازيا في مجال كره القدم وفي مجال الرياضه بالذات كلمه ما تصلحش. تمام، هي لا تصلح ولكن هي دي الحقيقه نسبيا معاك. تمام، هي دي الحقيقه. حته بقى ان يبقى في رقابه، الجهات الاداريه بتقوم بالرقابه الكامله، بكلمك بمنتهى الصراحه. تمام. في وجود الدكتور اشرف صبحي واتباع المنظومه الالكترونيه الخاصه بمنظومه الرياضه وتحسن ادائها، بقى في متابعه لكل شيء كبير وصغير. تمام. انا راجل موظف بالهيئات الرياضيه، مديريه شباب والرياضه، اخصائي رياضي اول، ماسك مدير هيئه مركز شباب مدينه السادات. تمام. معايا الاستاذ اسامه ابو الحديد رئيس مجلس الاداره. كل كبيره وصغيره تنفذ في الوقت الحالي لابد انك انت تعملها على الرابط الالكتروني او التحول الرقمي المسؤول عنه الوزاره. تمام. وكل داتا خاصه بنشاط مع الاسم مع رقم العضويه مع الرقم القومي مع رقم التليفون، يعني اصبح في متابعه كامله. الكلام اللي بيحصل ده كله قريبا جدا بالمنظومه اللي سايره دي بقياده الدكتور اشرف صبحي، حقيقي هيتم محاصرتها، مش هيتسمح لاي حد
لممارسه نشاط في تدريبات رياضيه غير المتخصصين اكاديميا واللي هم المرخصين. هو في دلوقتي مراكز شباب على مستوى الجمهوريه فاتحين اكاديميات كوره وبعلم مجلس الاداره، وفي للاسف مش عايزين نقول فساد، لا ده فساد فساد الفساد كمان في مراكز الشباب في الكوره. لما تلاقي واحد لا يفقه حاجه عن كره القدم غير اللي هي مدوره وفي الاخر فتح اكاديميه ويسماها اي مسمى وليه مشترك من اللعب ده، انت فين؟ تتكلم رئيس مجلس الاداره يقول لك ده مزاجي. وما يكونش حاصل على دورات مثلا تدريبيه ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه خالص. لا ده مزاجي، انا لعبت شويه مثلا سين في اي نادي حتى لو مركز شباب، طب ازاي؟ في مجالس ادارات فعلا لازم الرقابه الاداريه، والدكتور اشرف صبحي يتخذ معاه الاجراءات القانونيه. تمام. على سبيل المثال انا مرخص وبدفع ضرايب وبدفع حاجتي وبدفع اتحاد والكلام ده، طب انت مش ما تدفعش انت كمان ليه؟ على اساس ايه بتشتغل اكاديميه وبتشتغل؟ مسمى قانوني. لو لعب جرى حاجه مش عارف تسعى لها. تاني حاجه بقى حتى ولا كارنيه طالع ولا اي حاجه خالص. لا خلصت منك مع احترامي لحضرتك كاعلامي بارع وفي برنامجك، انت برضو في مجال الرياضه وكره القدم. تمام. عندك الفرق المخصصه ليك والانديه التابعه لحضرتك. تمام. انت ما بتجيبش عندك في طقم التدريب او جهاز التدريب الا اكاديميين ومتخصصين. اكيد طبعا. لانك حتى لو هتجيب مسمى لعيب بس ما معهوش شهادات التدريب، انت نفسك معلش مش هتقدر تطلع له راتب. صعب. مش هيجوز اصلا. صح صح. نسبيا مع كل شيء ماشي في الهيئات دي بمحاضر مجلس اداره. تمام. المحضر لو تم اعتماده يبقى اذا حقيت التنفيذ في كل اللي تم اعتماده، غير كده مش هتعتمد. تمام. دلوقتي المدرب بس ما بقاش كمان ايه؟ ما بقاش حته شهاده، لا ده بقى في اضافه لكارنيه النقابه، في اضافه معلش سوري حاليا لاستعلام امني. تمام. اي مدرب في سواء في اي نشاط مش نشاط مخصص، جميع الانشطه الرياضيه بالكامل لازم تاخد عليه موافقه مبدئيه بتعيينه في اي هيئه، سواء مركز شباب سواء النادي كبير او نادي صغير. ده شيء بقى ثابت واساسي بتتبعه الجهات الاداريه في تنفيذها ومتابعه الاشياء دي. لو انت اديت اجر لمدرب غير اكاديمي او معترف وشهاداته سليمه طبعاً. لا ترجع تاني تترد المبالغ كلها. تمام. بالكامل وانت اللي تسال فيها. تمام. لكن هي الجزئيه برضه يا كابتن احمد السيطره عليها صعب. لكن احنا بنناشد الناس اللي بجد اللي هم مسؤولين عن الشيء ده انه يحافظ نسبيا على الاولاد، لان الاولاد زي ما كنا بنتكلم حضرتك امبارح بتقول لي دور الاكاديميات ملوش حق المنافسه لان انت مفروض بتفرغ للانديه. تمام. قلت لك لا دي قاعده بتنعمل ولو اتعملت سليمه هنبقى افضل من كده. الدليل على كده حضرتك احنا بنقول هارد لك نادي الاهلي الاول بجد على كاس العالم للانديه بصراحه ربنا. تمام. هو شيء الحمد لله رب العالمين، النادي الاهلي مش محتاج حد يتكلم عنه، ويكفي انه وضع الرياضه المصريه في كيانها الطبيعي ولا تستحقه. لكن معلش لما تيجي تلاقي فرقه زي بايرن ميونخ بتشتغل الكره بالكيفيه دي، واحنا اعظم فرقه في مصر بتشتغل الكره بالكيفيه كده، احنا ما جلناش الا كنا واحد. الله ينور عليك يا كابتن احمد. ايه السبب؟ احنا لو دخلنا في السبب كان احنا كده بنشرح موضوع كبير. ليه بقى؟ احنا في تخصص تدريس علمي. تمام. دكتوراه في المجال ده، لو دخلنا في شرح هناخد انا وانت مع بعضنا ما يقلش عن حوالي 3 ساعات عشان نشرح لك كيفيه التدريب والبرامج والخطط والانتقاء والنشأ كل الكلام ده، حتى التعامل النفسي كنا مع حلقه مع حضرتك قبل كده واتكلمنا فيه جزء مهم جدا جدا. اكيد طبعا. في علاجك مع الله. لكن احنا عندنا في فقرتك الجايه بسم الله ما شاء الله انا عندي 6 عناصر هتبقى موجوده معاك. بسم الله ما شاء الله. بامانه لا صراحه انتوا عاملين طفره دكتور محمد بالنسبه برضو لطفره اللاعبين المميزين. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان المدربين او الكادر التدريبي طبعا ده اكاديمي كله اكاديمي الحمد لله. وطبعا معاه حصل على دورات الرخصات ونفس الوقت برضه معاه دورات التدريبيه. تمام. بالنسبه بقى للمشاركه في الدوري في فعلا لعيبه افرزت بقى افرزتوا بعض اللعيبه المميزين الحمد لله الفتره اللي فاتت دي كلها 2005 عندي بسم الله ما شاء الله يعني بيلعبوا قصاد اي فرق سواء درجه تانية او ممتاز قبل 2004. تمام. عندي 2005 بسم الله ما شاء الله 5-6 لعيبه 2005 وبقيه الفريق 18 لاعب 2006. بتلعبوا كم مرحله بقى؟ بلعب 2005 بلعب 2005 و2006. 2006 مرحله مرحلتين. تمام. ماشيين اول في الدوري الحمد لله. تمام. طبعا موجود 2007 عندنا بسم الله ما شاء الله فريق ممتاز جدا. ماشيين تاني نادي صيدله القطاميه داخل بفرقه وسط اكتوبر والشرير الدخان والبطل الاولمبي داخلين في الدوري معانا ماشيين مركز ثالث. 2008 ماشيين مركز ثاني. 2009 ماشيين مركز اول ومركز ثاني بفرق نقطتين عن المركز الاول. 2010 طبعا دول الدكتور محمود السعدي شافهم بنفسه و2011 قال دول منتخب مصر الجاي. كويس والله بسم الله. عندنا سيف طلبه حارس مرمى بسم الله ما شاء الله لعب 16 ماتش دخل فيه جونين بس. طب كويس دي حاجه برضه. عمر اشرف جاب 24 جون. مش من ضعف البطوله لا لعيب الكوره بسم الله ما شاء الله الكوره على الارض بتتنقل زي ما الكتاب ما بيقول انا والدكتور خالد والكابتن احمد الانجليزي بنشتغل الكوره باسلوب علم حديث. زي بالظبط زي ما قال كده زي بايرن ميونخ عاملين هناك في المانيا عامه بعد 2004 بعد كاس العالم هناك عملوا النظام الاكاديمي. بدا يشتغل منه جيمس ميلر طلع منه ليفاندوسكي ده كله طلع من الاكاديميه. فطبعا زي ما بتقول طبعا هي مفرخه للانديه بس الاكاديميه برضو ما بتخشش في جو المنافسات
لا عشان السن الصغير ده جميل جدا فحلو. بس انت هنا عندنا مثلا بنربي اللاعب عندنا على جو المنافسه اللي انت بقى عشان تحس بالمسؤوليه. انا عندي اللاعب مثلا خشاوي ده ريان جمعه 2008 بيلعب 2008 و2007 و2006 كابتن الفريق بشهاده الدكتور محمود سعد والكابتن عمرو زينهم كلاعب سابق في منتخب مصر. تمام. والحمد لله طبعا في بشكر طبعا كابتن احمد الجيزه فعلا تعب معانا جدا واولياء الامور اللي شغالين معانا وبيدعمونا. بنصحى الصبح الساعه 6 الصبح عشان نسافر من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 4 العصر ما شاء الله. وفعلا بيعملوا وجبات للعيبه واكل وشرب وحاجه ثانيه خالص. فالحمد لله يعني في حوالي 25 لاعب ان شاء الله الموسم الجاي ده هيكون بيلعبوا في الدوري الممتاز. طب دي حاجه كويسه. من دوام الرحمن وائل 2006 واحمد مجدي 2006 بسم الله ما شاء الله ومحمد السيد بدون ذكر. وفي اسماء كتيره بقى عمر مسامح وفي احمد محمد سمك 2009 وفي عمر عصام وزياده محمد سمك 2011 وفي زيكا اللي كان طالع معانا قبل كده 2012 الحمد لله. يعني في طفره كده طبعا الحمد لله فعلا. انا ان شاء الله بكره معانا بكره ان شاء الله انا عندي ماتش مع نادي المصري بورسعيدي في بورسعيد الساعه 11 الصبح لمواليد 2005 2006 ماتش تسويقي. تمام. فالحمد لله يعني ماشيين بس صغيره بس يا كابتن احمد في الموضوع ده اتفضل. احنا عندنا كان هنا لاعب معاك ممدوح محمد عبد الملك. ممدوح عبد الملك الحمد لله ربنا كرمه بغزل المحله بعد ما كان في سموحه خلاص كان سجل في سموحه بالفعل فريق مواليد 99 بس حصل زي تاتش صغير مع المدير الفني. اي مدير في الفني في الدنيا له احترامه وله تقديره اكيد طبعا. اي لاعب مهما كان قوته ومهما كان قيمته له اللي قدامه ده كاب له احترامه وهي حركه منه صغيره خلت المدير الفني له حق انه يستبعده. تمام. ربنا كرمنا وراح غازل المحله وماشي كويس وكان عنده ماتش النهارده مع دجله. ادي جزئيه ما ده لاعب مواليد 2000 بس احنا بالنسبه لنا كاكاديميه مرخصه اي لاعب بيجي عندنا دلوقتي بنوقع له استمارة التسجيل باسمنا. تمام. باسم بقى توقيع رسمي. لكن الجزئيه الاخيره اللي عايز اكلمك فيها بجد اللي هو فعلا توقف دور البراعم. انت عندك وجهه نظر بتقول انا عايزه تبقى مفرقه ويفرخ لعيبه كلام محترم لكن المنافسه فيه ما بقت زي منافسه الدوري يا كابتن احمد. ما هو مفيش اي اختلاف. انا بقول لحضرتك الدوري معلش اي نادي في مصر فعلاً. اي نادي في مصر هياخد كام لاعب في مرحله سنيه دليل على كده. انت عارف معظم انديه مصر عملت الطقم الثاني او به وجيش كمان موسم كامل او موسمين اتنين قدام حضرتك كنت اعلم مني بالموضوع ده. طيب نطلع متابعين مع حضراتكم بعد الفاصل نستقبل طبعا واحدة فقرة النواحي. اخر حاجه اتفضل. شكر بجد وتقدير الدكتور سمير كرم وكيل وزاره الشباب والرياضه بالمنوفيه بصراحه. واحنا بنشكره من خلال لا بجد قياده رياضيه بارعه ما عندوش اي بيروقراطيه في التعامل. استاذ محمد عباس مدير اداره شباب السادات استاذ اسامه ابو الحديد اللي متبنينا في نادي مركز شباب مدينه السادات بصراحه مديني اتحفه. واحنا برضو بنشكرهم من خلال برنامجنا طبعا. وطبعا اتفضل دكتور بردك محمد سلامه وكل مدير الرياضه بتاع شباب الرياضه كشاب محترم جدا وعنده فكره حسن بدر. وكابتن حسن بدر طبعا ده حاجه محترمه جدا في شباب الرياضه في المنوفيه طبعا بيدعمنا. وطبعا بحب اشكر طبعا جميع اسرتي من والدي ووالدتي واخواتي وجميع المدربين اللي شغالين معايا. بشكر حضرتك طبعا على اليوم الجميل ده وعلى الصفه الجميله ديت ودكتور خالد طبعا مشرفنا ومنورنا ان شاء الله تتكرم باذن الله. دكتور خالد باذن الله. طبعا متابعينا الكرام طبعا نطلع لفاصل ونستقبل بقى فقره مواهب على الطريق الطفره الجميله اللي محققها نادي المستقبل بقياده الدكتور محمد الجزاء والدكتور خالد الجمال. ورجعنا لكم تاني في الفقرة الأخيرة فقرة مواهب على الطريق معي طبعا اللاعبين المميزين بنادي المستقبل الرياضي اللاعب أحمد أمين مواليد 2005. أهلا صباح مين. أهلا كابتن. عامل إيه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. واللاعب جمعة محمد مواليد 2003 زي جمعة الحمد لله عامل إيه؟ الحمد لله. واللاعب طبعا مصطفى المردني مواليد 2006 نجم فريق نادي المستقبل الرياضي وهداف الفريق. مبارك يا مصطفى. عامل إيه؟ كويس. دكتور خالد صراحه عمال يشكر فيكم من الصبح ومن اللعيبه المميزين بقى عايزين ان شاء الله يبقى لكم اهو ان شاء الله شأن كده ووضع باذن الله. لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون عندي حس ان كابتن. قولوا لي كده بالنسبه قول لي احمد امين كده بالنسبه لمستواك الفني وفي طبعا في استفاده من الاكاديميه والشغل والدوري اللي بتلعبوه يعني في استفاده قصوى. طبعا طبعا كابتن خالد الكمال عامل لنا تمرينات كل يوم. تمام. كابتن محمد الجزاوي يوميا. طب كويس والله. تمرينات يوميه وفي استاد الجامعه برده بيبقى يومين في الاسبوع برده. وبنروح برده نلعب ماتشات في نوادي كبيره برده يعني كل حوالي كل اسبوعين ثلاثه كده ماتش. تمام. وانت مرحلتك برده جمعه 2003 برده زي 2005 كده تمرينات يوميه.
طب كويس والله، يعني كده حاجه كويسه دكتور خالد برضو. طبعا التدريبات اليوميه دي برضو للعيبه يعني حاجه كويسه. هي الاكاديميه مش مقتصره على المراحل المشاركه في دوري ايه اكاديميات الجيزه او دوري ابراهيم الجيزه. الاكاديميه شامله كل المراحل، حتى الولد اللي ما عندوش جميع المراحل. اللي ما عندوش. وانت مصطفى مراد بقى ايه نظامك؟ بتلعب بقى كويس كده هداف زي ما بيقول الكابتن خالد كده؟ هاف شمال. هاف شمال تمام. وحرصت اهداف؟ ايوه. طب كويس والله، انت مكسر الدنيا. حارس 3 اهداف. طب كويس، ربنا يوفقك. معانا الكابتن اشرف هاشم مدير قطاع البراعم بنادي الزرق الرياضي. اهلا وسهلا كابتن اشرف. ازيك يا كابتن احمد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه وانت في شمال سينا ولا في المنصوره؟ الحمد لله تماما. براعي بمس على حضرتك وعلى الضيوف الكرام اللي عند حضرتك. الحمد لله. كابتن اشرف، طبعا قطاع البراعم كان في معسكر الاسبوع الماضي. طبعا كلمنا سريعا كده عن جو المعسكر واميز اللاعبين المتواجدين في مراحل 2009 وال2010. المعسكر طبعا كان في مدينه بلطين، وكنا بكافه المراحل الثانيه البراعم. الحمد لله عملنا لقاءين كانوا مهمين جدا جدا مع اكاديميه طلائع الجيش، والحمد لله رب العالمين تعادلنا معاهم 0-0. المباراه الثانيه طبعا كانت مع نادي المستقبل، الحمد لله بمواليد 2008 2009، والحمد لله قدمنا مباراه اكثر من رائعه. تمام. وتعادلنا الحمد لله 2-2 مع نادي المستقبل، الحمد لله رب العالمين. ماشي كابتن اشرف. كابتن اشرف، كلمني كده برضو عن طبعا اميز اللاعبين الموجودين في القطاع براعم. والله حضرتك اللعيبه الحمد لله ظهر عندنا احمد ناصر في خط الدفاع وكان ممتاز جدا الحمد لله رب العالمين، وكان عندنا علي عطا الله ولد كويس جدا، وكان عندنا الولد زياد كويس زياد علي، وعندنا الحارس اللي ان شاء الله ظاهر بقوه، واللاعب محمود كمال يا كابتن 2009 لعيب جامد هايل. 2010 كمان محمود كمال ده لسه ما جيتش 2010 كابتن احمد، انا بجيب الاول 2008 و9. وعندنا الولد رفعت الحداد كويس جدا. نيجي بقى حضرتك ل 2010 عندنا اشرف مصطفى ومحمود كمال، يعني دفاع بامر الله يبقى الولد بالبار جدا ان شاء الله كابتن اشرف باذن الله. شكرا جزيلا كابتن اشرف هاشم مدير قطاع البراعم بنادي الزرق الرياضي. طيب قول لي كده احمد امين، حابب تشكر بقى مين في المجال اللي وصلك لهذه المرحله؟ طبعا بحب طبعا اشكر اولا ربنا، وبعدين بحب طبعا اشكر بقى مدربين الكابتن خالد الجمال والكابتن محمد الجزاوي، وبرده والدي عشان تعبان معايا قوي يعني. تمام. والدي ووالدتي واصحابي برده، يعني بحب اشكر صحابي وزمايلي ومدرسين. كابتن احمد خد بالك، هافرايت جامد جدا بس عنده بجد سنه العنف الاخرانيه بجد، انت عارف لو يعرف يقف على الكوره ان شاء الله كده ان شاء الله كده يكون ده السبب. بسم الله ما شاء الله. جمعه حابب بقى تشكر مين بقى في اول حاجه؟ طبعا اشكر ربنا اللي هو يعني بدعي له دايما اللي هو يحقق طموحه كده، وبعد كده حابب اشكر الكابتن خالد الجمال، الدكتور خالد والدكتور محمد الجزاوي، تعب بيتعبوا معانا جامد قوي وفي التمرين وكده، وانا بقى لي كام سنه كده مع الدكتور خالد، ورحت عنده كتير وبخش اختبارات وكده، بس انديه في مصر دلوقتي يعني زي ما قلت كده واسطه معاك واسطه كده. لا الجدعان وهتوصل ان شاء الله. ليه يا كابتن احمد محالف الحظ ان هو انت شفته انت جمعه اول واحد بجد في اللقاء؟ بسم الله ما شاء الله عينك جت عليه وقلت للعيب بتحاول. بسم الله ما شاء الله. يعني مرضنا حابب تشكر مين بقى في الختام؟ بشكر ربنا الاول ونعم بالله، وبحب اشكر مامتي وقفت جنبي اكتر واحده. تمام. وبابايا، وبعدين الدكتور خالد الجمال، الدكتور محمد الجزاوي واقفين جنبنا جامد، وان شاء الله نكون عندها حسن ان شاء الله باذن الله. هنطلع طبعا، اتفضل عشان بس وقت البرنامج وعندك لعيبه مش عايز تصلحها. لا 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 اتفضل اتكلم. بس شكر لآل بيتي زوجتي واولادي بصراحه لتحملهم، لان ساعات انت عارف المدربين ساعات بيبقوا راجعين بدرجه عصبيه في حاله تعادل هزيمه. تمام. بجد شكر كامل بنشكرهم على زوجتي واولادي بس، وبشكرك انت كابتن احمد على اختيارك الموفق اللي بجد اتمنى باذن الله يرفع راسنا ويبقى عند حسن ظنك باذن الله ان شاء الله. هنطلع لفاصل سريعا ونسابل طبعا اخر مرحلة فقرة مواهب على الطريق. فقرة مواهب على الطريق، طبعا انضم الي اللاعبين البراعم بقطاع البراعم بنادي المستقبل الرياضي. طبعا اللاعب رياض خالد مواليد 2007 سنة. عامل ايه يا رياض؟ اخبارك يا حبيبي؟ رياض خالد؟ اخبارك يا رياض؟
مواليد كام؟ 2007. 2007 ومعايا النجم طبعا عمر مسامح مواليد 2009. ازيك يا عمر؟ الحمد لله كابتن. اخبارك يا عمر؟ الحمد لله كويس. كله تمام؟ ومعايا اللاعب الجميل ريان محمد مواليد 2008. عامل ايه يا ريان؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ قول لي كده عمر مسامح بقى انت مركزك ايه في الملعب؟ مركزي تحت الفراوده. تلعب تحت الفراوده؟ 2009 الكابتن بيلعب تحت الفراوده بلعب 2008 بلعب مرحلتين 2008 بلعب الكابتن بيلعبني فيرود. طب كويس وانت رياض؟ انا بلعب فيرود. انت بتلعب فيرود احرزت اهداف بقى السنه دي؟ هو انا منضم حديثا؟ لسه يعني منضم حديثا يناير. في غد يناير ده يناير لسه معانا ليه ماتش واحد الحمد لله يعني وعمل اسيستين في الماتش. تمام قول لي كده ريان انت مركزك في الملعب بقى؟ بلعب هاف يمين وساعات الكابتن بيلعب نص ملعب الكاس ساعات بلعب هاف شمال. طب كويس ويعني لو مثلا لسه منضم حديثا برضه ولا لاعب؟ لا مسافات الموجود معانا بس موجود من الموسم الماضي 2008 بيلعب 2008 قلت لك عليه من شويه و2007 و2006 بسم الله ما شاء الله يعني بيلعب في ثلاث مراحل سنيه وصل بس بسم الله ما شاء الله عليه كورته جميله جدا جدا بسم الله ما شاء الله وكابتن عمرو زينهم بيختاروه مخصوص لمنتخب مصر الاكاديميات. تمام قول لي عمر مسامح بقى يعني اللي واقف جنبك ده ومساندك بتشكره؟ اول حاجه يعني لازم نشكر الكابتن الدكتور خالد الجمال يعني والكابتن كابتن محمد الجزاوي بيتعاون معانا وبابا وماما المساعدين. لا والكابتن احمد الانجليزي برضك في مصر بيتعب معانا برضك. تمام اول حاجه برضك بابا وماما بتتعبوا معايا برضك فلازم اوجه لهم الشكر حبيبي فلازم. وانت كابتن احمد حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله يعني لاعب كده زي موهوب يعني بسم الله ما شاء الله موهوب 2009 جاب 5 اجوان كسترايكر 2008 بيلعب تحت المهاجمين بيوزع كوره جميله جدا هو صغار بس ما شاء الله عليه ربنا كده نشوفه كده حاجه كويسه ان شاء الله. رياض من البطل الاولمبي كمان كويس والله رياض كل شكر الاول لربنا ثم للكابتن محمد الجزاوي والكابتن خالد الجمال. تدريبات كده كويسه وشغالين كويسين كده تمام كابتن محمد الادوات متوفره يعني الجو كويس بالنسبه للعيبه؟ الحمد لله احنا كل سنه حتى لو حاجه بتبوظ كور او اللي هو تدريب بنغيرها جديده الحمد لله وبنستمر مع الاولاد عشان خاطر نعلى مستوى التدريبي. تمام حتى الحمد لله ان شاء الله الاسبوع الجاي او اللي بعده عاملين معسكر عشان خاطر نعلى مستوى اللعيبه. تمام فالحمد لله البرامج الصغيرين دول بيلعبوا كمان مع ناشئين فالحمد لله متاكد ان عندي 80 لاعب مشاركين في الدوري السنه دي كله مستغرب ازاي داخل معاك 80 لاعب بس وتلعب 6-7 مراحل سنيه. طب كويس طب قول لي رياض كده بقى بتشكر مين بقى؟ اول حاجه بشكر الدكتور خالد والدكتور محمد حبيبي ريان على وقفهم جنبنا وتاني حاجه بشكر والدي ووالدتي على وقفهم جنبي وتعاملوا معايا برده لازم نحقق واحنا بنشكركم طبعا والله يعني على الجو الجميل صراحه كابتن محمد يعني براعم كويسين عايزين بقى نشوفهم بقى في لقاء يوم الاثنين ان شاء الله ان شاء الله كابتن حضرتك طبعا هنقابل الازرع يوم الاثنين ان شاء الله الصبح ان شاء الله ما بين احنا بنعلن على الهواء ان شاء الله اهوت يوم الاثنين ان شاء الله على استاد جامعه شبين الكوم ان شاء الله مباراه نادي براعم نادي الزرع ونادي المستقبل الرياضي. ختاما كابتن محمد حابب توجه شكر خاص لمين في الختام؟ والله احب اولا اوجه شكر لاهلي دلوقتي في جنبي في ظهر على طول من اخواتي وابويا وامي سابقين خالص بصراحه وبعض الاصدقاء وبعض يعني زي كابتن خالد الجمال كصديق قبل ما يكون مدرب موجود معانا كابتن احمد الانجليزي بروح جميله جدا وبعض المدربين زي حضرتك كده بسم الله ما شاء الله دايما بتدعمنا وفي طبعا بصراحه بنوجه لكم الشكر صراحه اولى الامور يعني كلها بسم الله ما شاء الله بتعبوا جدا معانا ان شاء الله وعلى راسهم الكابتن محمد ابو سمح بعد قامت البرنامج كده ان شاء الله هنصور ان شاء الله انا عندي كابتن محمد ابو سمح راجل محترم جدا بيخاف على الاولاد اكتر من اولاده كمان. تمام وطبعا عندي الكابتن بردك كابتن علياء والكابتن شيكو والكابتن عم منعم بسم الله بيشتغلوا بدون مقابل ربنا عشان خاطر بيحبوا الاولاد الصغيرين دول ربنا دول كلهم ولادهم وانا كمان بعتبر اخوهم الكبير. تمام في ختام هذه الفقره طبعا فقره مواهب على الطريق بنوجه الشكر لقطاع البراعم بنادي المستقبل الرياضي اللي محقق طفره كويسه في النتائج في اشراقه في دوري منطقه الجيزه وظهور اكثر من لاعب مميز وجيد في القطاع. طبعا انتظرونا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله في تمام الساعه 11 مساء وبرنامجكم برنامج ملاعب بلدنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.